ازيكم يا جماعه؟ عامل ايه؟ معاكم ادهم جمعه، والنهارده حلقه القرعه اهي. تقول لي انت فين يا كابتن جمعه؟ انت ليه مش في الاستوديو اللي بتصور فيه؟ كنت حدي وليه في الاستوديو اللي في بيتك؟ اقول لك في صيانه الاستوديو دلوقتي مش فاضي، او الاستوديو انا فاضي، الاستوديو مش فاضي نصور فيه الحلقات بتاعه القرعه. فقلنا بدل ما نعطلها ونعطل الدنيا نصور حلقه بتاعه القرعه في البيت. والاسامي الثمانيه المتاهلين معايا في الورق في بتاع الازاز ده، والاسامي المتاهله نفكركم بيها تاني. ولو ما شفتش اي حلقه من الحلقات اللي فاتت او ما شفتش كل حاجه شوفهم قبل ما احرق لك الاسامي. الثمانيه المتاهلين هم عمر خالد، مروان سري، جو الكوير، يوسف عثمان، عمر خير الله، محمود مهدي، واللوسط عبده. فقبل ما نبتدي القرعه، انتم مؤثرين جامد معايا في اللايك والسبسكرايب. اليوتيوب بيطلع لي داتا كده بيقول لي ان باشا الناس بتتفرج عليك ومحدش بيعمل سبسكرايب ومحدش بيعمل لايك. قلت له يا باشا اعمل ايه؟ والله قلت لهم كتير برضه ما بيسمعوش الكلام، ولكن هنعمل ايه بقى؟ انا اول مره اعمل قرعه، كان نفسي بيبقى عندي اللي هي الكور اللي زي عند مهدي، اللي هي كرات زي بتاعت اليويفا دي. تعالوا ننقي اسم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر خير الله، عمر خير الله اول اسم معانا، نحطه هنا عشان ما نتلخبطش. تمام، ونهز كده اهو، نهز كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. محدش يقول لي انت ومش انت. اللوست عبدو اول مباراه من اول قرعه، اللوست عبدو وخير الله. نحط الورقتين على بعض عشان انا ممكن انسى عادي. حلو، تعالوا نجيب اسم تاني. ماشي، مروان سري ايوه نحطه هنا اهو. مروان سري اهو هنا. مش يقول لي انت ومش انت. ترى مين؟ انا مش عارف مين. يوسف عثمان، يا على دي القرعه، يا على دي قرعه. هيلعبوا تاني بعد ما لعبوا قبل البطوله، فرصه الصقر لمروان من يوسف عثمان. يا نهار ابيض على المواجهه. طيب احنا مغمضين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر خالد لا انا هرج تاني عشان محدش يقول لي انت ومش انت. اهو. مهدي، عمر خالد ومهدي. واو 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 كده الاخيره اهو، هيبقوا جو و اوكي جو اهو والكوير. واو، قرعه غير متوقعة تماما. جو كوير اهم كده معانا، اللوست عبده وعمر خير الله، مهدي وعمر خالد ويوسف عثمان ومروان سري وجو والكوير. ادي الاربعة في كل ناحية. طبعا فهم هزبطها لكم، حطها لكم على الشاشة دلوقتي. عمر خالد مهدي هيلعب الكسبان ما بين اللوست عبده وعمر خير الله، وفي الناحية اليمين يوسف عثمان ضد مروان سري، والفايز هيلاعب الكسبان بين جو والكوير. جبهتين نار 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 نار. نحط اساميهم تاني في العلبة وفي البوكس، وبكده نكون انتهت قرعتنا. برضو عايز اخد تاني في مساحة في الكومنتس لحاجتين. اول حاجة، انتوا كده عرفتوا الجدول او التري بتاعت البطولة لحد مين. عايزك تتوقع، وهرجع للكومنتس دي، تتوقع مين اللي من الناحيتين دول هيوصل للنهائي ومين هيفوز بالنهائي. تبقى جامد قوي لو عرفت تتوقع مين اللي هيوصل لحد النهائي ويكسبه، دي تبقى جامده قوي 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 منكم. فعايزها تملى كومنتس، ده غير اللايكس، ده غير الناس اللي مش مشتركه، عشان تشوف باقي البطوله وباقي الماتشات الجامده دي. معانا لسه 7 ماتشات، ماتشات الكورتر فاينل 4، ماتشات السيمي فاينل 2، وماتش نهائي 1. معانا كده 7 مباريات، وانا متحمس جدا 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 للماتشات اللي اتعملت من القرعه. وبرضو انا بقرا الكومنتس حتى لو كانوا كتار. برضو عايز اعرف منكم اي فيدباك حابينه. لو لقيت حد قال حاجه حلوه وعجباك دوس عليها لايك عشان تطلع فوق وتبان، وبعارف ان هي عجباكوا. كده في توستات هتتحط في بعض اللعب اللي موجوده، وفي فقره جديده على الاقل واحده
يعني في الكورتر فاينل على الاقل واحده فقره جديده، في فقرات جديده بنكتبها، ولكن اللي فيها خلاص اتاكدت واتكتبت ان هي خلاص تتعمل، ظبطناها انا وحكمنا المحترم ومعدنا التقيل قوي احمد العيوطي، كتبنا الحته دي خلاص جاهزه، الفقره الجديده جاهزه، مش هقول لكم اسمها ايه حتى، وهتعجبكم انا متاكد 100%. وبرده ما عجبتكوش قولوا لي انتوا، مفيش حاجه ما بترحموش في كومنتس، فاللي عنده حاجه يقولها. واعتقد انا مش عايز ابقى ضيف تقيل عليكم يوم الاثنين النهارده او الثلاثه حسب الحلقه دي تنزل امتى، خفيف عليكم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، هنبقى موجودين معاكم في رمضان ان شاء الله. قابلت ناس منكم، سالت ناس من الكرييتور وسالت الشات في ستريم، كله بيقول لي بعد التراويح ده انسب ميعاد، فده غالبا اللي هنثبته مثلا على 11، وبرضو 11 12، وبرضو لو عندكم ميعاد تاني او اقتراح تاني قولوا لي في الكومنتس، انا الاسبوع ده كل ورايا اقرا مع الكومنتس معاكم، فهنعمل كده ان شاء الله. والف شكر نورتوني، تنسوش اللايك سبسكرايب، واسف ان هي متصوره من الاستوديو المتواضع بتاعي، لان الاستوديو اللي بنصور فيه بيحصل فيه صيانه دلوقتي، فيه مشكله، فيه ما عرفناش نصور الاسبوع ده، ولكن موعدنا ان شاء الله. الحلقه الاولى من كورتر فاينل برضو مش هكدب عليكم لسه ما اتصورتش، واحنا بنصور الحلقه دي لسه ما اتصورتش، وغالبا مش هعرضها اول يوم رمضان اللي هو يوم الاثنين، غالبا هتبقى يا يوم الثلاث يا يوم الاحد، عشان اول يوم ده يعني يوم بتاع العيله الصراحه، يعني سيبكم مني وسيبكم من وقعدوا مع العيله احسن، اعتقد ده الا بقى لو نزلناها بالليل يعني، فغالبا هتنزل الحد لو عرفت في السحور كده، او هتنزل يوم الثلاث. فبس كده، كان معاكم ادم جمعه، وهشوفكم في حلقه جديده من اقوى تحدي قريب، بحبكم جدا، والف شكر بجد دعمكم غير طبيعي، ما توقعتش بعد ما خلص دور 16 هيبقى وصلنا للمرحله اللي وصلنا لها، انا مش عارف اشكركم ازاي، واوعدكم في مفاجات جايه، اللي كمل اهو اللي وصل لاخر حلقه اهو، بقول لك اهو في مفاجات جايه، وفي حاجات يعني تقيله قوي قوي قوي، مش هقول، بس هي قربت تخلص خلاص، حاجه بقى لي من اول ما عملنا التحدي وانا بعملها، بجهز لها وان شاء الله هتشوفوها هتصعد لكم قريب. بس كده، انا رغيت كتير قوي. يلا، احبكم جدا، نشوفكم في حلقه ثانيه قريب. باي باي.